السلام عليكم وأهلا بكم. أول حاجة بعتذر لحضراتكم عن الفيديو الأخير لما ذكرت حادث قطارين أو قطاري سوهاج، وقلت إن هما كانوا في جهتين متقابلتين وإن العربية خبطت آخر عربيتين. أنا بعتذر عن كده، هما كانوا ورا بعض وإن القطار خبط القطار الآخر من الخلف. ده خطأ غير مقصود نتيجة إن أنا كنت منفعل، مش نتيجة إن أنا كنت مش ملم بالمعلومة، وده درس أتعلم منه فعلا، لأن الانفعال دايما مهما كنت بروفيشنال، مهما كنت متمرس في حاجة، فانفعالك بيخليك تغلط. فأنا بعتذر لحضراتكم. الحاجة التانية اللي أنا عايز أوضحها، إن شرف لأي حد إن هو يكون وطني ويكون محب لبلده ويكون بيساند لبلده. هو بقى واحد آخر شايف إن مساندتك لوطنك دي عبارة عن تطبيل، أو إنك أنت بتساند أي قيادة موجودة في الدولة هو تطبيل، فدي حاجة بتاعته هو، يدوبك إن إحنا بس نقول له اللي بيطبل لأبوه أحسن من اللي بيطبل لجوز أمه. ندخل في الموضوع على طول. لقيت في الفيديو الأخير أيضا على السوشيال ميديا منتشر قوي أمره، وهو إن اللي حصل من الحوادث دي هي ما هي إلا عبارة عن لعنة الفراعنة، والأمر ده كله يا جماعة ما هو إلا عبارة عن إن هو تكملة للمؤامرة اللي حصلة. وأنا بقولها المؤامرة، وهتلاقوا اللي ما سمعش الكلام ده قبل كده هتلاقوه في الفيديو الأخير وسايبه في شرح الفيديو، وهو كنت بتكلم على الثلاث حوادث، لأن ما يحدث حاليا ليه كذا اتجاه، ليه كذا مقصد، ليه كذا هدف موجود. اول حاجة ان هو عاوز يضر بالاقتصاد بتاعك في قناة السويس. تاني حاجة تعدد الحوادث، وهو خلق عدم ثقة من الجمهور ومن الشعب في القيادة السياسية. الحاجة التالتة انه يعطل كل الاصلاحات اللي موجودة. وعلى فكرة الكلام ده موجود على ارض الواقع، واللي مش مصدق يروح يشوف كلام الخبراء الغرب. Egypt is entering a new economic phase and the Prime Minister Mustafa Mabdouli is telling us he's very confident of the path forward. The country's been undergoing painful economic reforms with austerity, all part of a $12 billion loan from the IMF, which was completed earlier this month. على فكرة قسما بالله العظيم تلاتة ان الكلام ده بقوله ولا لي اي مصلحة ولا عايز اعمل باي حاجة، علشان الناس اللي دماغها صغيرة والناس اللي بتقول تطبيل ده انتوا ولا حاجة. انا بتكلم فعلا اللي بيقول كده انتوا اساسا مع ده، في ناس عندهم شماتة في عايشين في بلدنا وعندهم شماتة في اللي حاصل بشكل ما حصلش قبل كده. تكملة بقى للأهداف في الضرب البلد، ما هو في حقد كبير جدا على الموكب العالمي اللي هيتعمل لنقل المومياوات الملكية. نقوم ضربين الموضوع ده كمان ازاي، نطلع هاشتاج ونطلع إشاعة بضرب الموضوع ده، ان لعنة الفراعنة هي السبب فيما يحدث وهي سبب في الكوارث. ليه؟ علشان يخلي فيه احتقان من الجمهور على نقل المومياوات الملكية، علشان ما يخليش الحدث ده يطلع باللمعة الكبيرة، الحدث العالمي اللي هو المفروض تطلع بيه، فبيضربوا كذا عصفورين بحجره. وما يثبت كلامي ان اول مبارح ومبارح اول ما حصلت المشاكل والاحداث دي المتسارعة، هاشتاج طلع سريع ضد القيادة وضد النظام في البلد. ولعلمك بقى مفيش هاشتاج بيطلع الا لما بيكون له سبب وبيكون له اهداف، وبيبقى الهاشتاج ده معروف طالع منين وطالع ليه والتوقيت اللي طالع بيه. اوعى تفتكر ان اي حد عنده سوشيال ميديا ممكن ان هو مهما كان عدده ينشر هاشتاج كده، لا، ده الهاشتاج ده انتشاره ليه اساليب وليه مدارس، وفي ناس مختصة في المخابرات مسؤولة عن الكلام ده. علشان ما نخرجش برا سياق الموضوع، اذا عندنا هذا الاحداث اللي بتحصل. لما نيجي بقى نبص على موضوع لعنة الفراعنة، اول حاجة مفيش حاجة اسمها فراعنة، وسبق قبل كده واتكلمت عليها في اكتر من فيديو، اسمهم المصريين القدماء او القدماء المصريين. اوزيريس وايزيس كانوا اخوان، وكان اوزير بيحكم العالم لحد ما قتلوا اخوه ست وقطعوا إلى قطع ووزعها في أراضي مصر. لقب لعنة الفراعنة أو مسمى لعنة الفراعنة ابتدى من بعد فتح مقبرة الملك توت عنخ آمون، ومن بعد الفترة دي ابتدى بقى في السوق الأمريكي والإعلامي تظهر حاجة اسمها ما تسمى بلعنة الفراعنة،
ولكن قبل كده لا كان في حاجة اسمها لعنة فرعنة ولا في. طب ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ سبق قبل كده وتحدثت في فيديو هتلاقوه برضو في شرح الفيديو، مش حابب ان انا اكرر نفس الكلام بتاعي واقول نفس الكلام كان في فيديوهات اخرى، ان هوارد كارتر هو حرامي ولص ومحتال وسرق حاجات كتيرة من مقبرة توت عنخ امون. بالصدفة حصل بعض حالات الوفاة الطبيعية اللي حصلت بعد فتح المقبرة بفترات متلاحقة مش بالتوازي في نفس الوقت، وكان فيهم على فكرة بقى واحد ما توفاش بعدها على طول كان اسمه دوغلاس ديري أو دكتور دوغلاس ديري. اللي حصل ان مقبرة توت عنخ آمون لما عثروا عليها كان جوه التابوت الذهبي بتاعه، وكان القناع الذهبي بتاعه ملاصق تماما للوجه، فهم عايزين يطلعوا الموميا بتاعته مش عارفين يطلعوها. التابوت المذهب والقناع المذهب لازق بشكل غير طبيعي، الجليسري والمواد اللي كانت بتستخدم في التحنيط من الصمغ والشمع عفوا وهكذا كانت المواد دي ملاصقة اكتر. ما هو كمان هوارد كارتر حب ان هو يعمل فيها ابو العريف، ان طلعهم بره في الشمس علشان تسيح المادة دي، بل انها زادت التصاق اكتر. فخلى دوغلاس ديري بقى عمل ايه؟ جاب السكينة وبقى بيستخدم بمجموعة من السكاكين ويسخنها، قطع جثمان الملك توت عنخ آمون أو الموميا بتاعته في تقريبا 15 قطعة علشان يعرفوا يشيلوا القناع المذهب والموميا الذهبي عفوا والتابوت الذهبي من الجسم أو من المومياء. دوغلاس ديري كان أولى واحد كان إن هو يحصل له لعنة الفراعنة، بل إن قبلها في عائلة شهيرة جدا في الأقصر، لما اتكلمت عن نقل المومياوات الملكية وفيديو نقل المومياوات الملكية ورحلة المومياوات الملكية بالكامل من أيام ما كانت أول ما تحنطت إلى وجودها في المتحف المصري وبعد كده نقلها حاليا، حسب لكم برضو الفيديو في شرح الفيديو، وتحدث عن عندنا في الجبانتين الكبار اللي هي خبيئة الدير البحري ومقبرة الملك أمنحتب، واتكلمت عنهم. طب ليه من زمان من ساعتها ما حصلتش لعنة الفراعنة؟ يعني ليه لما نقلوا وعثروا على تلك المومياوات الملكية في خبيئة الدير البحري ولا لما شالوها من مقبرة الملك أمنحتب محدش حصل له لعنة فراعنة؟ ليه لما اتشالت المومياوات دي من المقابر المصرية القديمة وذهبت بعد كده إلى المتاحف ما حصلش لعنة فراعنة؟ ليه لما الخديوي إسماعيل في عهده الله يرحمه لما اتنقلت من القصر بتاعه في بين منطقة السرايات بتاعت الجيزة اللي هي مطرح حديقة الحيوان وراحت بعد كده على المتحف، ليه ما حصلتش بعد كده في تنقلها للمتاحف ليه ما حصلتش اي لعنة للفراعنة؟ لعنة الفراعنة دي هي عبارة عن وهم واكذوبة كبيرة. ليه لما ابسطوا الامور اللي كان ماشي الاجنبي السايح الاجنبي والحصان رجله اتكعبلت في الصحراء، ودي كان المكان اللي عثروا فيها على مقابر مدينة العمال خلف الاهرامات ما حصلش لعنة الفراعنة؟ ليه الراجل اللي كان معاه الحمار اللي ماشي في الاسكندرية والحمار بتاعه وقع، وعملت قبل كده ايضا فيديو صورته هناك مكان الاثري كوم الشقافة ووجدوا هناك كمية من الاثار ما حصلش لعنة فراعنة؟ لعنة الفراعنة عبارة عن اكذوبة، مفيش حاجة اسمها رصد. كان في علوم ما وراء الطبيعة وفي بعض الجداريات مكتوب عليها كلام مش مفهوم وفي عبارة عن تعاويذ سحرية، ولكن فقدت قيمتها من زمان جدا جدا. مفيش حاجة اسمها ان في جن قاعد راصد الكلام ده، الكلام ده مجرد خرافات. كل الاثريين بينزلوا حاليا ويفتحوا المقابر بدون فتح رصد ولا الكلام الفارغ ده، ما هي الا عبارة عن نصب. دايما العقل البشري من ايام بداية الخليقة لحد النهاردة يحب ويهوى ويميل الى الاساطير، يميل الى ما ورائيات، يميل الى الاشياء اللي ما وراء الطبيعة. الطبيعة البشرية كده، فبالتالي من السهل جدا ان ما كانش بواحد بيألف عليك قصة عشان ينصب عليك، فبيألف عليك قصة علشان يضحك عليك. مفيش حاجة اسمها ان واحد هنجيب شيخ علشان يفكه ويتعامل ويتكلم الجن، دي عبارة عن نصبايا بيعملوها، هم شوية حرامية في بعض بيسرقوا في مال الدولة وبيسرقوا في بعض كمان. مفيش الكلام ده، ما تخليش حد يضحك عليك ابدا. لعنة الفراعنة عبارة عن اكذوبة،
مفيش الكلام ده نهائيا. طماش بقولك اخلص استحضر الاستدعاء لهم اصول يا جاهل. انت كده بتسخر من العهود السليمانيه وبتسخر من المواثيق الجلاجتينيه وهتودينا في 60 داهيه. في مومياوات من الحضاره المصريه القديمه وملوك الحضاره المصريه القديمه تم فحصها وسافرت لبره ورجعت وما كانش فيه اي حاجه. في مومياوات موجوده من الحضاره المصريه القديمه في المتاحف الاوروبيه والعالميه ومفيش اي حاجة. احنا بس اللي عايشين الوهم ده، بل ان هم عملوا الهاشتاج ده علشان يقللوا من قيمة ومن هيبة كارنفالي الكبير اللي هيتعمل لنقل المومياوات الملكية. بل ان احنا لازم نبقى فخورين بكده. تخليش حد ان هو يخدعك في بلدك، تخليش حد ان هو يضربك في مقتل، كله عاوز ينهش. في اكتر من هدف حاصل في الفترة الحالية. الهدف اللي انا قلته لكم، الاهداف دي كلها حاطينها في عصفورين في حجر واحد. لازم نقف كلنا جنب بلدنا، ولازم محدش فينا يصدق كل الاكاذيب دي، واللي ما بيقفش جنب بلده في المحنة ما يستاهلش بجد انه يعيش في البلد دي. شكرا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو، واشوفكم على خير. سلام عليكم.